نجدد التحية، وهذا فيديو جديد هنا من ناوس الغيط، وبالتحديد إحدى فروع نهر النيل، وهي ترعة المنصورية. ونوثق هذه اللحظات الطبيعية الرائعة، لحظات غروب الشمس. نتحدث اليوم أو يوم من أيام الشتاء 20 يناير 2022. هذه المزروعات بالطبع، هذه شجيرات الموز، وهذه نباتات البطاطس من نباتات العائلة الدرانية. ما أود توثيقه هنا أنه كان يتم الري من ترعة المنصورية بما يسمى الشادوف، اللي هي قطعة خشبية والصفائح، كلنا شاهدناه في الأفلام القديمة وعرضتها في فيديوهات سابقة. فمع التطور تم استبدال الشادوف بماكينات الري، وهذه التركيبة يتم وضع مياه الري هنا لتصل إلى المحاصيل. هذا هو الكروم. كل هذه المزروعات يتم ريها من ترعة المنصورية، وكما ذكرنا كان هنا يتم تركيب الشادوف، وتم تعويضه الآن بماكينات الري الحديثة. شكرا. طبعا هذه حقول الكورونا.